حول تحديات الاتحاد الأوروبي ينضم إلينا عبر ويبكس سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. يعني فكرة إطلاق هذه السندات برأيك إلى أي مدى يمكن أن تلقى حظ الآن بتأييد جماعي بالرغم من أنه 9 دول فقط حتى الآن هي التي تقدمت بهذه الفكرة؟ يعني لا أعتقد أبدا أنه سوف يتم تطبيق مثل هذه الفكرة في الوقت الراهن. كانت المحاولة سابقا في أزمة 2008 بأن يقوم الاتحاد الأوروبي أو دول من الاتحاد الأوروبي بموافقة على مثل هذه الأمور المشتركة، وأن اختلفت تسميتها اليوم بسندات كورونا، ولكن هي سندات مشتركة تشترك الدول، وهذه تعتبر خطوط حمراء بين دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في الدين. طبعا المعارضين دوما هم دول الشمال في الاتحاد الأوروبي الذين يتمتعون برقابة مالية أكثر صراما نوعا ما، ويوجد لديهم يعني خطط مالية صارمة ملتزمين بها، في حين ينتقدون دول الجنوب في الاتحاد الأوروبي بأنها أكثر تساهلا فيما يتعلق بالخطط المالية، وبالتالي المشاركة في الدين تعني المشاركة في سداد هذا الدين. ومع الإمكانية الكبيرة والاحتمالية الكبيرة لتخلق مجموعة من الدول التي أغلبها وافقت على هذه الحزمة، نعلم لماذا لن تقبل ألمانيا ولا نمسا ولا هولندا ولا فنلندا هذه الدول أن يكون هناك نوع من التوافق أو نوع من الموافقة على تمرير هذه القروض. بالتالي العملية منحصرة بشكل كبير بأن يكون هناك أدوات جديدة وهي بنك مركزي أوروبي والتركيز عليه بشكل كبير والأدوات التي يمتلكها، وأيضا الصندوق الذي تحدثت عنه في التقرير ب 410 مليار والذي هو مسؤول عن الاستقرار المالي في حال تواجهت أحدى دول الاتحاد الأوروبي أي مشكلة تسبب انهيار نظامها المالي. نعم رائد، يعني السؤال ربما المطروح، لماذا لجأت هذه الدول إلى هذا النوع من السندات بالوقت الذي لديها يمكن الصندوق لإنقاذ منطقة اليورو اللي حجمه 410 مليار يعني يورو؟ هل المبالغ غير كافية الآن لهذا الصندوق لتلبية مطالب ربما هذه الفترة الحرجة للدول؟ صحيح، المبالغ غير كافية على الإطلاق. المبالغ 410 مليار لن تكون كافية لإنقاذ بعض الدول التي ستتضرر بشكل أكبر، ويتظهر ذلك على بياناتها القادمة. نحن لسه ما وصلت لنا جملة البيانات الاقتصادية التي تظهر فظائع الوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد نتحدث عن الدول الأكثر تضرراً، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا. سوف نشهد من خلال البيانات التي تصدر في الفترة القادمة مدى الضرر السلبي. وإذا تحدثنا ألمانيا وحدها تتحدث عن 750 مليار يورو ولن تكون كافية. إذا تحدثنا عن بعض التجهيزات التي طلبتها بعض المشافي، طبعا من خلال بعض البيانات التي وصلت إليها، 3 مشافي فقط طلبت أجهزة تنفس في ألمانيا، مجموع المنتجات التي طلبتها ما يقارب 300 مليار يورو. يعني نتحدث نحن عن 300 مليون يورو، نتحدث فقط عن أجهزة تنفس طلبتها 3 مشافي في 3 قطاعات مختلفة داخل ألمانيا. إذن الكمية المطلوبة والوضع المطلوب أكبر بكثير من إمكانيات صندوق المشترك ب 410 مليار يورو. ونتحدث عن دول يعني نوعا ما بالنسبة لباقي دول الاتحاد الأوروبي ضعيفة وضعيفة جدا، وليس لديها المقدرة على سداد أي ديون في الفترة القادمة إذا لم يكن هناك نوعا ما يعني شطب لجزء من هذه الديون، أو تكون لفترة طويلة جدا. نعم، يعني إيطاليا هي الأكثر تضررا على ما يبدو رائد بوصول عدد الوفيات ل 11,000 حالة وفاة اليوم. يعني يبدو بأن بعض الدول بدأت تتذمر أو تلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي بتمنعها عن تقديم المساعدات. هل سيكون هناك في بدائل ربما على الأقل لهذه الدول التي عانت بالاتحاد الأوروبي أكثر من غيرها منها إيطاليا وإسبانيا؟ يعني من دون أن يكون لدينا أزمة كورونا ونحن نتحدث عن ضعف وهشاشة الاتحاد الأوروبي من ناحية الديون ومن ناحية التعاضد المالي، السوق الأوروبية المشتركة جيدة ولكنها ليست كافية لأن يكون هناك اتحاد متكامل، لأنه لا يوجد تكافؤ في أطراف الاتحاد الأوروبي. وهذه الأزمات هي التي تظهر
عدم وجود التكافؤ على الاطلاق بين هذه الدول. ايطاليا في وفياتها تجاوزت الوفيات التي كانت منها الحرب العالميه الثانيه، اذا نتحدث عن ازمه غير مسبوقه، وللاسف الشديد اعتقد سوف تكون الحلول هي الى الانعزال والانفراد لكل دوله بالقيام باجراءاتها الخاصه، وسوف يثقل ذلك على عاتق المركزي الاوروبي في الفتره القادمه، لانه الحل الوحيد هو ان يكون هناك على الاقل توحد في السياسه النقديه وتوحد في السياسه الماليه في الفتره القادمه. السياسه الماليه لن تاتي باي شيء بنتيجه انه البزنس والاعمال اجمالا متوقف بنسبه كبيره جدا ويقتصر فقط على الاساسيات. بالتالي الاتحاد المركزي الاوروبي لديه مسؤوليات ضخمه جدا متمثله بتوفير السيوله اللازمه وعدم وضمان عدم انهيار النظام المالي للبنوك داخل الاتحاد الاوروبي في الفتره القادمه. نعم، ونشكرك رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.